عمرك قلت لي فوق 72 هكا؟ لا لا اقل 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 من 72 شويه بعام عامين؟ لا لا برشا. قديش؟ عمري 43 سنه. هايل. 43 سنه في كلمه، وصفهم لي بكلمه. كلمه شو نقول لك؟ مش صلاتها في كلمه، هذه كلمه 43 سنه صلاتها. الله مش صلاتها، اكثر من صلاتها من غادي. هاك تشوف اختي وضعك، تشوف كل شيء. مش باش نقول لك، ما عندك ما تتكلم، ما عندك ما تحكي. هاك تشوف الوضع كيفاه. شنو الدرس اللي تعلمته في 43 سنة؟ والله تعلمت برشا دروس. كان باش نحكي لك مثلا ثلاثة أقوى دروس تعلمتهم. ثلاثة أقوى دروس؟ والله برشا مش تكذب عليك. ثلاثة أقوى دروس. المو عندك ما تحكي ماكش لاقي منين تبدا هكا؟ برشا. والله العظيم برشا. هاك تشوف أنا معرس أنا ومرتي، هاك تشوف. ظروف على الآخر تابعة على الآخر. أنا خرجنا نعملوا في دورة. وتو نحكيك برجولية أنا وياها في الطليق تو. ما يظهرش عليكم اللي أنتم تعبين ما شاء الله منورين. إيه والله لا، هاك تشوف بشرة كيكة معناتها. أما تفركسني في جيب دق عندي حتى دور. زي بتحوس بها في لافيني قبل ما تطلق؟ لا في لافيني قبل ما نطلق، نتفاهموا علاش وصلت بينا الشيء هذا هكا وعلاش احنا مش نطلقوا، هكا تشوف. لطف عليكم، فما برشا حلول قبل الطلاق. والله لا والله ما فما حتى شيء، تشوف ما فما حتى شيء يسجع. لا فما لا نخدم بطال معناتها ما نخدمش، فهمني؟ والله اقسم بالله حكيت ما نحكيك نسخفك. والله تونس الكل تسخف يا ضر. والله على الاخر تونس الكل تسخف. يعني ما كنش انتوما الاستثناء كما نقول. مش كان احنا تمسك كلها تسخب بطبيعتها، هيك تشوف الحال، هيك تشوف اللي يجي يعبي ويمشي على روحه، اللي يجي يعبي ويمشي على روحه، هيك تشوف كان الفقر حاشاك حاشاك الميزيريا والواحد تو تشوف هذه كلها الدور هذه ما خلق تعب، وكل واحد عنده مشاكل في مخه. من خلق يمشي يعمل دوره كذا يخم في الليل شو شياكل شو باش تعشى شو كذا. تو تشوف له كم كان تو نفس السنه، تو تشوف كم كان معناتها اللبس تقول هذا ما تفرهد وحالته عليه معناتها جو به، بالعكس ولا لا غير برك هذه هندام وقدام العباد هذاك، وانا كيك من الصغر كيك. يا مسيو سبق الخير. والله بالحق نحب نحرق انا تو. تيجي يا برك تيجي. اجا بحذايا مدام، هيا لله هيا اقف. مدام منوره ما شاء الله. عايشك. بوجه. من المسيو يقول لي باش نطلقوا. تحق. والله العظيم مش ظروف، بس الحمد لله مش ظروف واحد يطلق. على الاخر خاطر. الحمد لله. الحمد لله اللي فرج ربي. عمرك فوق 72 هكا؟ 33. 33 اوصفهم لي في كلمه. تعبه على ملي جابتني امي وانا الحمد لله ديما يقول الحمد لله. الحمد لله. الدرس اللي تعلمته في 33 سنه يا مدام يهديك. الحمد لله ديما يقول الحمد لله. الحمد لله. فما حاجات جايين باهين في الثنية؟ نقول ان شاء الله ديما واحد عنده امل وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. ما نعرفش علاش شكلك يظهر لي اللي انت معناها متفائله للدنيا. ايش نعملوا مالك؟ واحد خمم عينه متخمم ما يموتش واحد، الحمد لله خلاها لربي. عايش. انا باش نطلق ونغزر انا فطرنا عملنا قهوه وندوروا عادي معناها. عادي. ونكتبوا ربي تو يصير، كان كتب باش نطلقوا تو نطلقوا، كان نكتب باش نرجعوا تو نرجعوا. ان شاء الله ربي يحفظكم. عايشك. ان شاء الله الطلاق ما فماش جمله. عايشك. ان شاء الله. عجبتك. مش حل الطلاق. مش حل ما شو نعملوا، ظروف على الاخر معناها. نجموا تقهروا الظروف مع بعضكم. والله لا والله حاولنا شيء. والله على البلاد هذه شيء بالله. تحليلك الدنيا بلا بها؟ لا صحيح ما تحليش الدنيا، راهو اسمعني في الدنيا. سؤال، تحليلك الدنيا بلا بها؟ ما تحليش الدنيا بلا بها. تحليلك الدنيا بلا بها؟ انا مادام خذيته مادام حاجتي بيه ونحبه. ماله؟ مش نعمل هلا غالب. والله ظروف. والله ظروف، والله لا عندي قسم بالله. واحد يحكي كيف يحكي بالتلفزيون يضحكوا ما يضحكوش، واحد يخرج من قلبه. ما عندناش حتى مش ناكلوا دار. قسما بالله العظيم. تفرش. اي فرش ربي نعم. تفرش. سيدي قسما بالله نحكيك من الاخر. انا تو نقرف السيف ما عندي الحديد في ساقي، نقرف السيف مش باش نحرق. هذيك حل ما قلت حتى حل. والله العظيم كنا كده. سهلكم الخير. عايشك عايش اختي.